حول هذا الموضوع معنا من صنعاء حسن زيد، عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك. سيد زيد، المبادرة الخليجية من جديد، ما هو موقف أحزاب اللقاء المشترك منها، خاصة بعد إعلان الحزب الحاكم أنه سيوقع عليها الأحد القادم؟ نحن منذ أن أعلننا موافقتنا على توقيع المبادرة في 21 الشهر الماضي لم يتغير موقفنا قط. التغير يحدث في مواقف السلطة التي تقبل وترفض وترفض لتقبل، ونرجو أن يكونوا جادين وصادقين في قبولهم والتزامهم بهذا الموقف. وبالنسبة ليوم التوقيع، لا أعتقد بأنه قد أقر أو اتفق عليه، لكن كلها تفاصيل. المهم أن يوقع الأخ الرئيس على أفهم من حديثك عفوا خلال 30 يوما من تاريخ التوقيع. نعم سيد حسن، أفهم من حديثك أنكم إلى الآن ربما في انتظار اختبار كلام الحزب الحاكم، أو مدى ثقتكم في كلام الحزب الحاكم، أنكم تنتظرون مزيدا من الوقت ربما لتتضح لكم الأمور، أم أنكم فعلا ستذهبون إلى التوقيع على الأحد القادم؟ ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الحزب الحاكم بأنه موافق، ونرجو أن تكون المرة الأخيرة التي أو المرة الأولى التي يلتزم فيها بموقفه. ليست المرة الأولى التي يوافق، ونرجو أن تكون المرة الأولى التي يلتزم فيها. أنتم أيضا في اللقاء المشترك سيد حسن كانت لديكم تحفظات على المبادرة الخليجية حتى بعد موافقة الرئيس اليمني عليها، الآن هل لديكم تحفظات أم أنكم فقط في وارد اختبار كلام المؤتمر الحاكم بأنه سيوقع عليها، أنتم الآن موافقون على المبادرة بكل ما عليها أم لديكم تحفظات أيضا؟ نحن أعلننا موافقتنا بعد أن ناقشنا الأخوة في مجلس التعاون الخليجي وأبدينا لهم ملاحظاتنا عليها، وتمسكنا بموقفنا ولا نزال على موقفنا حتى الآن. والذي هو الآن لديكم ملاحظات، وإنما لدى السلطة الآن. سيد حسن، لديكم ملاحظات في المبادرة الخليجية أم أنكم موافقون عليها بصيغتها الحالية؟ وافقنا عليها حتى بأخطائها اللغوية والمطبوعية، ولم نطلب تغيير حرف واحد. السلطة هي من تطلب، ولا تزال حتى في كلام الأخ الذي أذيع قبل قليل الأستاذ سلطان البركاني يشير إلى تغيير صفة الرئيس في آخر طبعة وآخر نموذج. سيوقع الرئيس بحسب علمي وحسب ما شاهدت باعتباري رئيسا للجمهورية، رئيسا للمؤتمر الشعبي العام. نعم سيد حسن، لا يوجد لدينا مشكلة، المشكلة هي لدى الطرف الآخر. إذا وقع الرئيس يوم الخليجي، وعلى الأخوة في مجلس التعاون الخليجي أن يظهروا نوع من الوضوح للشعب اليمني الذي للأسف الشديد يضلل من قبل السلطة. اسمح لي، إذا وقع الرئيس يوم الأحد هل ستوقعون على المبادرة الخليجية؟ قد نوقع في اليوم التالي، وقد نوقع قبله، وقد نتفق مع الأخوة في مجلس التعاون الخليجي على يوم سابق أو لاحق. لا مشكلة لدينا، المهم يوقع وسنوقع. ولماذا لم يحسم أمركم إلى الآن؟ أنت تقول أنكم قد توقعون قبله، قد توقعون بعده، لماذا لم يحسم أمر توقيعكم من عدمه إلى الآن؟ لأنه لم يطرح علينا اليوم، ولم نناقش يوم التوقيع، ولا يجوز لسلطان البركاني ولا لغير سلطان البركاني ولا لرئيس الجمهورية أن يعلن في العربية أو في أي قناة أخرى موعد توقيع يفترض بأن الأطراف تتوافق عليه. نعم وضحت الصورة سيد حسن زيد، عضو المجلس بأن يتم الاتفاق معهم على يوم التوقيع. نعم وضحت الصورة، حسن زيد عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك من العاصمة اليمنية صنعاء، أشكرك.